أعتقد غالبا الشعراء يميلون لوصف شيء معين. هناك عندنا شعراء مشهورين بالغزل، هناك شعراء معروفين بالمديح، هناك شعراء معروفين بالنقائض، هناك شعراء عشاق للطير، لذلك حتى لو تغزل بيذكر الطير أيضا فيها. الصور اللي كانت تعرض مثل ما تفضلت صور مختلفة تماما، كل صورة تحكي قصة مختلفة، أجبرت الشعراء أن يطلع برا الكومفورت زون اللي كان موجود فيها ويحاول أن يبسط جناحه لفضاءات أعلى. أعتقد بهالصورة البرنامج قدم خدمة أيضا للشعراء أنفسهم، أن في فئات أخرى من المتلقين بدوا يستمتعون بجمالية هذا الشاعر بعيدا عن الإطار اللي كان مقيد نفسه فيه. طبعا أساليب الشعر تختلف، في باب الرثاء، في باب الفخر، في باب الهجاء، في باب العاطفة. هذا التنوع في اختيار الصور يطرق جميع الأبواب. أنا أعتقد أن اختلاف الصور جاء بسبب اختلاف أغراض الشعر نفسه. يعني في شاعر يجيد الرثاء، في شاعر يجيد المدح، في شاعر كلاسيكي أكثر،